في إطار حرصها على دمج ذوي الإعاقة مع أقرانهم من الأسوياء، أطلقت مدينة الشباب 2030 ولأول مرة برنامج السمو في نسخة تجريبية لهذا الموسم. تحقيقا لهذا الهدف، تم إعداد البرنامج من قبل أخصائيين تربويين واجتماعيين لجميع المهارات الأساسية. خولة لجرينيس والتقرير التالي. إيمانا منها بقدرات ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة، أطلقت مدينة الشباب 2030 في نسختها السابعة برنامج سمو، لتكشف من خلاله عن مواهبهم الدفينة وتنمي مهاراتهم وأبداعاتهم في شتى المجالات من خلال دمجهم بأقرانهم الأسوياء عبر برامج المدينة المتنوعة. طلب في تواجدهم في برنامج سمو، لاحظنا يوم بعد يوم ازداد الاندماج، ازداد الاستمتاع بالنسبه لهم، في حب كبير صار لهم في مدينه الشباب، حسوا ان لهم مكان في مدينه الشباب، قادرين على العطاء، قادرين على الانسجام. الحمد لله رب العالمين، اليوم احنا قاعد نلاحظ الشباب في كل البرامج ومختلف البرامج منسجمين وقادرين على انهم يحققون شيء ما كانوا في السابق يقدرون يحققونه بمثل هذه الكيفيه ومثل هذه الوضعيه اللي حاليا موجوده في مدينه الشباب. احنا نحاول كثر ما نقدر ان احنا نعطيهم اللي هو المهارات والقيم اللي تحاول تنمي اللي هو المهارات اللي فيهم، مثل مهارات الرسم، التلوين، اللي هو الاحتكاك بالاخرين، باقرانهم الطلاب الباقي، نحاول نحسسهم انه ما في فرق بينهم بين الباقي. مواهب متعدده وطاقات دفينه كشفت عن نفسها من خلال برنامج سمو الذي احتضنهم بالحب وفتح لهم آفاقا للإبداع ليطلقوا مواهبهم التي تخفيها إعاقتهم ليتعلموا فيها مهارات متنوعة بين التعليمية والترفيهية ليكونوا بذلك عنصرا فعالا في المجتمع. مشارك في رسمة الشيخ العرب، رسمتها وطلعت حلوة، وايد أحب مني الشباب ما أقدر أستغني عنها. طبعا رسمنا قطار، رسمنا وايد اشياء حلوه. انا درست حسام البحرين ونورنا وزبيتنا وايد ونورنا وايد 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 ان شاء الله، وكل شيء سوينا سوى حلو وايد ان شاء الله. اسواق عند معارض مركز الشيخ ناصر، أتعلم أشياء، أتعلم أشياء حلوة، أتمني أرسى وحدة، لأن أنا أسوي ألوان وأشكال وألعاب، ويوم أتعاون ربعي. طموح وآمال، رغبات وتطلعات أتاحتها مدينة الشباب 2030 أمام ذوي الإعاقة لجعلهم عنصرا فعالا مساهما في تنمية المجتمع وفق برنامج متنوع تم تصميمه من قبل عدد من الاختصاصيين الاجتماعيين تسهيلا لعملية دمجهم في المجتمع. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.